السلام عليكم، الوغ معكم دكتور سناء موطي، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي الكبد والبواسير. الوغ من الأسئلة الشائعة اللي تجيوني هي: دكتورة أنا دايرة ريجيم وما تناكلش وبورتون ما تنضعفش، وبيغ أنكور كنحس براسي كنتزاد، واخا علاش؟ بغينا نفهمو علاش هاد المشكل ديال السمنة اللي تيوقع واخا المريض داير ريجيم. داكوغ، دونك تقول لي كاين اون بريديسبوزيسيون، يعني كاين الناس اللي عندهم في العائله ديالهم الناس عندهم وزن زائد، وي كاين الباتريمون جينيتيك اللي كيأثر على ان الواحد يكون الوزن ديالو زائد، ولكن ماشي ان فرانس با فران، يعني انه مالغري هذاك الباتريمون جينيتيك اللي عندهم في العائله ولكن يمكن له ينقص في الوزن، خصو انه يتحكم في هاد لي هرمون اللي غنهضر عليهم، في هاد الهرمونات اللي غنهضر عليهم. ثاني حاجه، كاين لو كور ديالنا عنده واحد الذاكره اللي كتخليه يفرق ما بين واحد جوج ديال لي فاز، واحد المرحله اللي كيكون كياكل فيها المريض مزيان وناشط والماكله موجوده اي توسا، واحد المرحله اللي كيكون المريض فيها سواديزون سو ريجيم، يعني كيقول انا غندير ريجيم، دونك المخ ديالو كيفهم بانه داير ريجيم، والمخ ديالو بالنسبه له راه ماشي ريجيم، بالنسبه له راه مجاعه، هذيك سي اون بيريود دو فامين، دونك شنو كيدير؟ كيولي اون مود ريزيستانس، دونك شنو كيولي ما تيحرقش، دونك سيستيماتيكمون تتاكل غير دغما تتمشي تتخزن اوليو من انها تحرق افون. داكوغ، دونك هادو جوج حوايج كاينين. تالت حاجة هي الهرمونات اللي كتأثر علينا مالغري أننا تنديرو الرجيم مالغري توسا، واللي كتخلينا ما تنقصوش وما تنعافوش. شنو هما هاد لي هرمون؟ أول حاجة هي الأنسولين، كنسمعو بالمقاومة ديال الأنسولين، الناس اللي عندهم هاد المقاومة شنو تيوقع عليهم؟ ديجا الأنسولين هو واحد الهرمون، واحد الهرمون اللي تيتفرز من البنكرياس، واللي الدور ديالو نورمالمون كيقاد لنا السكر في الدم. شنو المشكل؟ الناس اللي تيكون عندهم السمنة واللي كتكون ناتجة على مقاومة الانسولين، الداتا ديالهم كتولي كتخزن الدهون بزاف، حيت هما ملي تياكلوا السكر بزاف داك السكر كيولي كيتخزن كيدوز في الدم وما يعني ما تيتحرقش، تيولي تتحول دهون، اون فوا تيولي تحول دهون المريض كيتزاد في الوزن وكيقدر يتصاب بالسكر من نوع ثاني. ثاني حاجة كورتيزول، واحد الهرمون اللي كيتفرز من طرف الغده الكدريه واللي تيعطي للسورينال، وشنو تيتزاد وقتاش يتزاد؟ يتزاد ملي كيكون المريض معصب، ملي كيكون المريض ما ناعش مزيان، دونك سيستيماتيكمون الكورتيزول تيطلع، ملي كيطلع الكورتيزول سيستيماتيكمون الدهون كتستوكا، ملي كتستوكا الدهون المريض كيتزاد في الوزن مالغري ما انه داير ريجيم. ثالث حاجه هي الهرمونات ديال الغده الدرقيه، سيت فوا الغده الدرقيه هي التيغويد، الناس اللي كيكون عندهم هيبوتيغويدي تيكون عندهم مشكل ديال السمنه باسكو الدهون ديالهم ما كتحرقش تو سامبلومون، دونك خصنا تشيكيو ديما الغده الدرقيه ملي كيكون عندنا هذا المشكل ديال السمنه مالغري لو ريجيم مالغري تو سا. رابع حاجه هي الليبتين، هاد الليبتين هادي كتخلينا كنحسوا براسنا شبعانين، دونك شنو تيوقع؟ ملي كنكونو كناكلو السكر بزاف، هذيك الخلايا الدهنيه، باسكو السكر ملي كيتزاد بزاف في الدم شنو كيتحول؟ دهون، سا سي كلير، دونك هذيك الخلايا الدهنيه كتولي تفرز هاد الماده ديال الليبتين، سيستيماتيكمون لو كور كيديسانسيبيليزا لهاد الهرمون، كيصيفط لو سينيال للدماغ بانه فوالا ما تبقاش تحس براسك شبعان، دونك المريض كيولي ياكل افولونتي، ما تيبقاش يحس براسو نهائيا شبعان، تيولي ياكل ما تيحسش نهائيا براسو شبعان، دونك سيستيماتيكمون تيزيد في الماكله، سيستيماتيكمون تيتزاد في الوزن. خامس حاجه لي هرمون سيكسويل، بروجستيرون استروجين تيستوستيرون، تيستوستيرون كيتفرز عند المراه وعند الراجل، داكوغ، كيتفرز كيحرق نورمالمون، هو كيحرق الدهون، ملي كيكون يعني الكميه ناقصه سيستيماتيكمون كميه ديال العضل تتنقص، لا ماس مسكولار تتنقص ولا ماس غراس كتطلع، وحنا دابا نشرح لكم ابخي بان الكتله العضليه كل ما تزادت كل ما كتنقص الكتله الدهنيه اي فيس فيرسا، دونك سيستيماتيكمون تيستوستيرون بروجستيرون، الناس كياخذوا لا بيلول كتقول كناخذ لا بيلول كنزاد في الوزن، سيستيماتيكمون سي بارابور على البروجستيرون. لوستروجين ليزوستروجين اوستروجينات عند المراه اللي كتكون اون بريمينوبوز كتزاد في الوزن 45 50 عام المراه كتولي تزاد في الوزن، علاش؟ باسكو لي زوستروجين تيكثروا، الناس اللي تياكلوا السكر بزاف ملي كيتخربق لهم يعني لاليمونطاسيون كتكون ما مقاداش، لي زورمون ديالهم تيكونوا ما مقاديش، سيستيماتيكمون تينقص لوستروجين، دونك دات شنو كدير؟ كتفرز الخلايا الدهنيه اكثر باش كتعوض هذاك لوستروجين، باش كدير واحد ليكيليبر، سيستيماتيكمون المريض كيتزاد في الوزن. دونك فهمنا دابا لي زورمون، عرفنا دو كوا يساجي، شنو نعمل؟ شنو كيس كون بو فير؟ غروسو مودو مجموعه ديال الحويجات اللي يمكننا نتفاداو بهم هاد المشاكل ديال الهرمونات. اول حاجه بعدا بالنسبه للناس اللي عندهم زياده في الوزن مالغري لو ريجيم، اول حاجه خصهم يشوفوها هي المسران ديالهم، ما تكونش القبط،
ما يكونوش لي غاز باسكو غير الانتفاخات وغير لي غاز غتزيد له واحد 5 ولا 4 ديال الفوا ديال المرات لو طور دو تاي ديالو داكوغ. هادي الاولى. ثاني حاجه خصو يرد البال النوم ديالو النعاس، كل ما نعسنا مزيان كل ما تيكون الافراز ديال الهرمون ديال النمو، كل ما كيكون الافراز ديال الميلاتونين الهرمون ديال النمو ما هضرناش عليه تري امبورطون باسكو حتى هو الهرمون النمو كيأثر لنا على لاماس مسكولير، كيزيد في لاماس مسكولير كينقصنا في لاماس غراس. دونك سيستيماتيكمون ما تتنعش مزيان الهرمون النمو ما تيفرش مزيان تتزاد في الوزن داكوغ. دونك ثالث حاجه هي اننا نديرو الرياضه. الرياضه مهمه بزاف، مهمه للانسولين، الناس اللي عندهم مقاومه للانسولين، مهمه الناس اللي عندهم الكورتيزول باسكو كدي ستريس كتحس براسك مرتاح. ثالث حاجه الرياضه كيفاش كدير دو بريفيرونس دار في الصباح، علاش؟ باسكو الانسولين تيكون هابط والكورتيزول تيكون طالع داكوغ. فهاد احسن فتره انك تحرق فيها بزاف هي هاد لا بيريود هادي ديال الصباح، والرياضه دو بريفيرونس تكون رانفورسمون مسكولير. علاش؟ باسكو رانفورسمون مسكولير تيخليك تقوي العضلات ديالك، بلوس تقوي العضلات بلوس الكتله الدهنيه تنقص، سا سي كلير داكوغ. دونك الماكله ديالنا نحاولوا نشربوا الماء بزاف، نحاولوا نزيدوا من الحويجات اللي تيقدروا يحرقوا لنا اكثر داكوغ. ديجا لو فيت انك دير الرياضه وكدير رانفورسمون مسكولير العضل كيحرق في وقت الرياضه وتيحرق حتى في اوغوبو، دونك سي ديجا بيان. ثالث حاجه هي كاين دي جون اللي كيقول لك نديروا الخلطات والوصفات وخل التفاح والحامض وسكنجبير وبزاف ديال الحويجات باش ينقصوا، ما نقولش بانه فريمون سي ريان، يعني يقدر ينقص يقدر يعاونوا في الحرق، ولكن شحال؟ 1-2 حتى 3% ديال نسبه الحرق اللي غتزاد، سي ريان دو تو سي ريان داكوغ. دونك هادشي هادو ما غاديش نعولوا عليهم هاد الخلطات، ويفو با لي فير بطريقه مبالغ فيها باش ما كنضروش حوايج اخرين. اوكي دونك كما قلت لك نحاولوا نديروا نقصوا من السكر افون افون افون. السكر اكثر حاجه اللي كتخلي المقاومه ديال الانسولين كتزاد، كتخلي الكورتيزول كتزاد، كتخلي الدهون تكثروا، تتخلي كلشي لي زهرمون تيتخربقوا داكوغ. دونك السكر نحاولوا نقصوا منه افون، نحاولوا نبعدوا من كاين بعض المرات شي ادويه اللي كياخذوهم المرضى بحال الزانيكال اللي كيضعفوا سوا ديزون كيضعفوا داكوغ. هاد الادويه هادي عمرنا ما ناخذوهم سورتو الا ما كانش زعما لا بريسكريبسيون ديال الميدسان ولا هذا، باسكو شنو كيديروا هاد الادويه ايفيكتيفمون تينقصوا من الدهون وتينقصوا من الوزن سوا ديزون، ولكن كيفاش يوقع المشكل؟ باسكو بحال شي موتور اللي خدام وانت جالس داكوغ، دونك تيولي يخدم كثر من القياس وانت تنفوني اوكان افور. اش كيوقع؟ القلب كيولي يتزاد، لي بالبيتاسيون تيتزادوا، الناس تقدر تجيهم سكته قلبيه به. اوكي دونك ا ايفيتي بيان سور كيقدر يدير دوطخ بروبليم ديجيستيف ايتو، دونك ما كاينش شي حاجه ناخذ الدواء باش نضعف بلا ما يشوفني لا طبيب لا حتى شي حاجه، دونك نو. اوكي دونك كوا دوطخ بالنسبه لو سكون بو فير؟ كاين شي حويجات اللي كنعاونوا بهم اللي كيسهلوا لنا اللي كيعاونونا فاننا نيليمينيو الدهون وفاننا نحرقوا اكثر. بحالاش؟ بحال القهوه، يمكن ناخذوا دو تاس دو كافي بار جور مزيان الا ما كانش عندنا دي بروبليم دو جاري ولا اوت. كيمكننا ناخذوا الماكله تكون بيمونتي شويه حاره الا ما كانش بيان سور عندنا المشاكل ديال البواسير ولا مشاكل ديال الجهاز الهضمي، يمكننا ناخذوها باسكو كتسرع في الهضم داكوغ. وبيان سور كيما قلت اهم حاجه هي الرياضه وهي النوم. لي فام لي جون في اللي عندهم لي راجل تيجيهم مده طويله في الشهر، يعني في لو سيكل كيجيو بعد جوج سيمانات في لو سيكل هذا، ما يعولوش انهم غادي يضعفوا الا كان عندهم سمنه، باسكو النسبه ديال الاستروجين كتكون طالعه، دونك سيستيماتيكمون مشكل ديال السمنه تيكون. دونك خصهم يقادوا بعد داك لو سيكل ديالهم عادي ديك الساعات يفكروا في انهم يطيحوا في الوزن. فوالا دونك هادشي كامل هو اللي كيفسر علاش كنغلاضوا وعلاش ما تنضعفوش مالغري لو ريجيم. الا فهمنا هادشي فهمنا كلشي.